احنا قلنا تعريف الميوليتي في البدايه خالص، ان الميوليتي عباره عن ايه؟ ان انت تعرف السيف انرجي ما تعملش رياكشن معاك ولا رياكت مع الفول انرجي. فادي الخلايا او الانتي بودي وادي الانتي اللي عندك، والانتيجين ده يا اما ام اتش سي 1 يا اما ام اتش سي 2. كون ان جسمي في خلايا سيركيوليتنج، وقلنا هما اتنين مهمين قوي، هما اللي بيلفوا طول الوقت، الماكروفاج او بنسميها الانتيجين ريزيستنج سيل، والتي هيلبر اللي ليها اسم تاني اسمها سي 4. الخلايا دي وظيفتها ايه؟ تلف طول الوقت الجسم، ماشيه في الدم، بتعدي على كل حاجه، تشوف مين من خلاياك اب نورمال، لا ده نورمال وده نورمال، بتسيبه في حاله وانتر اكت بس مع مين؟ مع الفورين انتجن. العمليه دي كده بيسموها في الطب ان انت نون ريسبونس للنورمال تيشو او النورمال انتي بتاعك، في حاجه بيسموها في الطب اسمها التوليرانس. طب لو التوليرانس دي باظت يبقى ايه اللي هيحصل؟ يعني ايه توليرانس؟ نون ريسبونس تو النورمال او السيلف انتي. انا بقى عايز افهم المرض ده ان انا ابوظ التولرانس دي واعمل حاجه اسمها اوتو اميون ديزيز. فايه تعريف الاوتو اميون ديزيز؟ ده عباره عن انتر اكشن ما بين الاميون سيستم بتاعك وما بين السيلف انتجن نتيجه الى ايه اللي حصل عندك؟ نص التولرانس. طيب الميكانيزم ده سؤال نظري. سؤال نظري مهم جدا. ازاي جهاز المناعة بتاعك فقد التوليرانس بدأ يهاجم النورمال تيشو؟ قالوا في كذا تفسير دي. هو مين اللي هيهاجم النورمال تيشو؟ غالبا الانتي بودي. طيب الانتي بودي ده هيهاجم النورمال تيشو ويتعامل معه على انه فورين انتي. ليه؟ تعال نفهم بقى الانتي بودي، مين اللي بيطلع الانتي بودي؟ البلازما سيلز. مين اللي بيقول للانتي بودي خد بالك دول سيلف انتيجين؟ بيعلمه كده، بيقول للانتي بودي دول سيلف انتيجين ما تهاجمهمش وروح هاجم اي حاجه ثانيه. مين؟ البلازما سيل. ومين اللي مصنع البلازما سيل؟ البي سيل. فاول حاجه لو في ديس اوردر في البلازما سيل او البي سيل ميوتيشن مضروبه، فبدل ما تورث ال ام اتش سي 1 و 2 صح للانتي بودي تنسى ما تتهدمش، يبقى في خلل فيها. فينزل الانتي بودي هو نازل بالمعلومات اللي مديها له مين؟ البي سيل والبلازما سيل. هم ما قالولوش ان دول مين؟ سيلف انتي. شافهم هيعمل معاهم ايه؟ انتر اكشن. فيجي يقول ان اول سبب ليه الاوتو ميون ديزيز ميوتيشن في السيلز اللي بتبروديوس مين؟ الانتي بودي اللي هم مين؟ البلازما سيل او البي سيل. طيب ايه كمان؟ البي سيل كانت كويسه والبلازما سيل كويسه وطلعوا انتي بودي، بس الانتي بودي ده كان ضعيف. يعني هم كويسين، هم ما فيهمش ميوتيشن، هم مبسوطين، بس الانتي بودي بتاعهم اللي طلع كان ضعيف. يعني ايه ضعيف؟ يعني كان عنده توليرنس وعارف ان ده ام اتش سي 1 وام اتش سي 2. المفروض التوليرنس دي بتفضل مع الانتي بودي لحد امتى؟ فور لايف، طول عمر، طول ما هو موجود يبقى في توليرنس. طب افرض الانتي بودي ده حصل عنده خلل انه بعد فتره من الوقت فقد التوليرنس، نسيه، ضاعت منه، يبقى هيعمل ايه مع الخلايا دي؟ هيهاجمها. يبقى في الحاله دي الخلل ما كانش في السيلز، الخلل فين؟
الانتي بادي. بمعنى لو انت عندك المصنع بايظ من البدايه يبقى انتاجه هيبقى بايظ. طب لو المصنع سليم وطلع انتاج بس الانتاج ده لسبب ما باظ، يبقى في الحاله دي العيب مش عيب المصنع، العيب عيب المنتج انه حصل له اي حاجه وباظ. طيب الانتي بادي بقى لما يبوظ ممكن يبوظ ازاي؟ بمنتهى البساطه ممكن يجي يشوف انتيجين فعلا هو فور الانتيجين ويتعامل معاه ويضربه، بس هو ماشي في الدم نتيجه الخلل اللي فيه يهيئ ليه ان في سلف انتيجين يفتكروا انه ايه؟ ذا سيم انتيجين. دي حاجه سميناها ايه قبل كده؟ ان هو يضرب انتيجين ويضرب الشريك بتاعه اللي هو فورس انتيجين. ومين اشهر مرض عندي بيحصل فيه الكلام ده؟ الروماتيك فيفر. ايه بقى قصه الروماتيك فيفر؟ واحد عنده ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، في بكتيريا هنا ضربت الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، البكتيريا دي عليها انتيجين، البكتيريا دي اسمها ستريبتوكوكاي. لما جينا بصينا على الانتيجين ده لقوا انه سيميلر للكولاجين اللي موجود في جسمي. طب ايه اللي هيحصل؟ جسمك فشل انه يقضي على البكتيريا دي، خلايا الماكروفاج الحاجات دي ما عرفتش تخلص عليه فاستعانت بالانتي بادي، راح طالع الانتي بادي جه لقى البكتيريا دي راح عامل فيها ايه؟ طريقة الانتي بادي ده قلنا فيه مشكله انه مختلف، وبالتالي وهو بيلف في الدم فضل يلف راح لاقي حاجه شبه مين؟ شبه الانتيجين بتاع الستريب اللي هو الكوليجين، راح عامل فيه ايه؟ راح ضرب. دي حاجه بيسموها كروس انتيجين. طيب الكروس انتيجين ده تسبب لي مع خلل في الانتي بودي ودخلني في حاجه اسمها اوتو ميون ديزيز. طب ايه كمان؟ لو انا جيت قلت لواحد ده السيلف انتيجين وده الفور انتيجين، ده سيلف انتيجين وده فور الانتيجين، في اختلاف ما بينهم. وبعدين قلت لك ان في انفكشن محترم عندي هنا، ادي البكتيريا دي ده الانتيجين بتاعها، الانتي بادي المفروض يطلع يعمل ايه؟ يضرب دي ودي وتبع حل ده لو انتي بادي طبيعي. طب لو جيت قلت لك ان الانفكشن دي هتحصل بحيث انها هتطلع توكسينز، التوكسينز تيجي على خلاياك انت وتيجي تقعد تضرب في البروتين والانتيجين بتاع خلاياك، فيحصل فيه ايه؟ موديفيكيشن، يبقى شبه مين؟ الفورين انتيجين. يعني لو حصل تعديل في السيلف انتيجين نتيجه انفكشن هيبقى شبه بعد كده مين؟ بقى فورين انتيجين. في الحاله دي الانتي بودي مش هو السبب، الانتي بودي سليم وكل حاجه سليم، المشكله كلها وقعت في مين؟ في السيلف انتيجين. طب وايه اللي خلى السيلف انتيجين يبقى فورين انتيجين؟ ان حصل له انفكشن، توكسين، اي حاجه ضربته خلته بقى شبه مين؟ بقى شبه الفورين انتيجين. يبقى لو جيت سال ايه هي الاسباب والميكانيزم ليه الاوتو اميون ديزيز؟ واحد، المصنع اللي بيصنع الانتي بودي اللي المفروض ما يهاجمش السيلف انتيجين بايظ، بلازما سيل او بيتا سيل ديزيز زي ما احنا بندرسه في الاسبوع. اثنين، ان الانتي بادي طلع بس في خلل انه بيضرب الانتي ويضرب كل ما هو شبه الانتي حتى لو كان في جسمي، دي حاجه بيسموها بروس انتي. ثلاثه، ان حصل عندك انفكشن، الانفكشن ده طلع توكسين ضرب السيلف انتي غير شكل السيلف انتي فبقى شبه مين؟ بقى شبه الفورين انتي، الشكل بتاعه اتغير ما بقاش هو ده الانتيجين اللي الانتي بادي عارفه، وبالتالي الانتي بودي مش هيسيبه في حاله، هيعمل فيه ايه؟ هيهاجم. او جينيتيك ديس اوردر، ان انت قلت لي ايه؟ قلت لي في جينيتيك ديس اوردر موجود، الانتي بودي ده بعد فتره حصل له ايه؟ اتهمل، فقد التولرنس، بدا يهاجم مين؟ بدا يهاجم السيلف. السؤال ده بيجي في امتحان جديد جدا ميكانيزم الاوتو اميون ديزيز. فايه اللي هتقوله؟ هتقوله ان انا عندي فيه خمسه ميكانيزم. وكل ميكانيزم لما بيجيبه بيجيبه بدرجه. البدايه من البدايه خالص المصنع مضروب،
المصنع ده يا اما البلازما سيل يا اما البي سيل البروديوسنج سيل الانتي بودي بروديوسنج سيل اللي هتطلع لك انتي بودي فور. فالانتي بودي نادي اللي عارف مين السيلف انتيجين مش فورين انتيجين فبيهاجم كله. دي اول امر. طيب ثاني واحده المصنع سليم بس الانتي بودي اللي نزل مجنون، بمعنى الانتي بودي كان كويس وعارف بس حصل له خلل. الخلل ده افقده ايه بقى؟ التولرنس، لوس اوف تولرنس، جينيتك ديس اوردر، اي حاجه. المهم ان الانتي بودي فقد التولرنس. في الاول كان سليم وزي الفل، بعد 10 15 سنه تلاقي الطفل ده بيحصل له اوتوميوتيز. وده بيحصل كتير قوي. في بعض الحالات تلاقي ان بنت عندها 15 20 سنه بدا يحصل لها اوتوميوتيز. طب هي قبل كده كانت فين؟ السليم. طب ليه حصل الاوتوميوتيز؟ لان الانتي بودي بتاعها كان طالع سليم في الاول، بس بعد وقت معين اتقلب الانتي بودي، التولرنس بتاعته باظ. فبقى العارف يميز السيلف انجن بالفورين انجن وبدا يهاجم. او ان ممكن يحصل ايه؟ ان الانسان يحصل له انفكشن ببكتيريا. فالجسم لما يجي يطلع يروح مصنع انتي بودي جديد، الانتي بودي الجديد طالع يهاجم البكتيريا دي، يفاجئ ان في حاجه في جسمه شبه البكتيريا يروح ضاربها معاه. او يحصل عندك انفكشن. الانفكشن ده يطلع توكسيك ويطلع برودكت. تيجي تعمل ايه في السيلف انجن بتاعك؟ تغير شكله. لما يتغير ما بقاش سيلف انجن، يبقى بقى دلوقتي بعمل فيه ايه؟ بضرب. يبقى هم خمسه ميكانيزم. السؤال ده مهم جدا. ايه الميكانيزم؟ اوتوميون ديزيز. واحد، خلل في المصنع من البدايه البروديوسنج سيلز فايروس. اثنين، الانتي بودي طلع في الاول سليم بس باظ بعد كده نتيجه ان حصل له لوت اوف تورنس، جينيتك ديس اوردر، اي حاجه. ثلاثه، حصل كروس رياكشن، جالك حاجه شبه السيلف انجن بتاعك مع خلل بسيط في الانتي بودي فبدا يضرب فور الانجن والسيلف انجن. دي حاجه بيسموها كروس انتيجن. واخيرا جالك انفكشن محترم ضرب لك السيلف انتيجين بتاعك. هنا بقى في الحاله دي لا مشكله سيلز ولا مشكله انتي بودي، مشكله مين؟ مشكله سيلف انتيجين. السيلف انتيجين هو اللي تحول من نورمال انتيجين الى فورين. دول الخمسه ميكانيزم المطلوبين من سعادتك. نيجي بقى على اغلى سؤال بيجيبوه كتير دايما في الاوتوميون ديزيز، ايه هم بقى الامراض الاوتوميون ديزيز؟ الامراض دي بالكامل العنوان اللي انا هقوله ده لازم في سبيشال. انت من الاخر عايز تعمل ايه؟ عايز تطلع انتي بودي يروح يضرب نورمال تيشو. تعالى كده نفتي مع بعض. الانتي بودي ده ممكن يضرب نورمال تيشو، قصده اندوكراينال تيشو، اندوكراينال جلاند. طب مين اكثر اندوكراينال جلاند ممكن اضربها؟ الثايرويد. طيب ايه اللي هيحصل؟ ادي الثايرويد جلاند مليانه ثايرويد بوليتيك. جهاز المناعه شاف ان الثايرويد بوليتيك دي مش عاجباه فقرر يعمل فيها ايه؟ يهاجمها. فبدا يهجم على الثايرويد بوليتيك ويعمل فيها ايه؟ واحده ورا الثانيه يدمرها. المرض ده هندرسه بالتفصيل الممل، ومرض مهم جدا جدا في السبيشال، اسمه هاشيموتو ثايرويدايتس. سؤال درستوه او قريتوا عليه قبل كده كلمه؟ بيحصل معايا يا اولاد هايبر ولا هايبوثايرويدايتس؟ في الاول انت ضربت المخزن، مش ده المخزن؟ فكميه الثايروكسين هتنزل في الدم بالهبل، وبعدين في ثايروكسين هيطلع ما عادش في مكان اطلع منه ثايروكسين فيقلب الى هاي. فده اسمه هاشيموتو ثايرويدايتس. ندرسه بالتفاصيل، ده درس مهم قوي بيجي كتير بالسبيشال في الامتحان. طب لو جيت قلت لك ان انا السوبرا رينال جلاند مش عاجباني وهفرتكها كلها، العيان ده هيدخل في مرض اسمه ايه؟ ادي الاندوكراين. طيب للاسف الاسامي اللي عندك دي انا المفروض ما اشرحهمش، احفظهم اسامي. بس طبعا ما فيش حاجه، ما بحبش انا الهبل ده، لو انا نظام احفظ وخلاص.
احنا هندرس كل دول بالتفاصيل المملة بعد كده. طيب تاني حاجة يجي يقول لك في الجي اي تي. الجي اي تي ايه الاماكن اللي انا هضربها؟ السمول انتستين واللارج انتستين والليف. جهاز المناعه شايف ان السمول انتستين دي مش عاجباه او اللارج انتستين مش عاجباه او حته في الليبر مش عاجباه. طب تعالى على السمول انتستين ارسم لي كده السمول انتستين اهي. ميكوزا صب ميكوزا ماسكيولوزا و زيروز. مش ادفنتيشا. ادفنتيشا دي معناها ان مش حواليها سيرز او بلتونين والانتستين كلها حواليها بلتونين. جهاز المناعه بيشوف ان السمول انتستين دي مش كويسه. طب ايه اللي مش كويس فيها؟ ميكوزا وصب ميكوزا ومصدر واحيانا كمان سيروز. يبقى لما هيجي يعمل التهاب هيعمل التهاب في الحته دي اهي. هدي الفول سيكونس صح وبقيه الانتستين سليم. يعني هي نقطه معينه ريجن معين. طيب المرض ده يسموه ايه؟ ريجونال. ليه يسموه ريجونال؟ لانه بياخد ريجن ويسيب الباقي. طب هو حصل فين؟ في السمول انتستين. التهاب في السمول انتستين اسمه سمول انتستين انترايتس. فيروحوا مسمينه ريجونال انترايتس او ليه اسم تاني على فكره اكتشفوا باسمه كرونز. فراحوا مسميه باسمه كرونز. ده واحد من اكبر الظروف في السبيشن. مش في الجي اي تي بس في السبيشن. درس كبير قوي. حاجه هندرسها كده. ريجونال انترايتس. اوتو ميونز شايف ان الميجودا والصاب ميجودا والنص اللي هي كل الوول ده كله مش عاجبه. بس في أي حته اجزاء معينه عشان كده ايه يقولوا عليه ريجونال انتراكس. في مرض تاني خالص بقى في الكولون. طب ارسم لي الكولون. نفس الرسمه ميجودا صب ميجودا وماسكيوزا و السيروز. شايف ان الكولون مش عاجبه. طب انت شايف ايه في الكولون مش عاجبك؟ ان ميجودا وصب ميجودا كلهم. يعني ايه كلهم؟ يعني بيبدا مثلا من الاسندنج الميوكوزا والصاب ميوكوزا بتاعت الاسندنج كلها مش عاجباك. طب سؤال يبقى معنى كده هيعمل ايه في الميوكوزا؟ هياكلها. لما ياكل السيرفس ليبيثيليوم ده تسميه الزر. ولا التهاب حصل في انهي حته في الانتستين؟ اللارج انتستين. التهاب اللارج انتستين اسميه ايه؟ كولايتس. راحوا مسميين المرض ده ايه؟ او ثلاثة كولايتس. المرضين دول على فكره تقريبا علاجهم شبه يكاد يكون مش فعال، يعني ما حدش عارف يعالجهم. لان المرضين دول ايه؟ اوتو اميون ديزيز. وامراض الاوتو اميون ديزيز مغلقه في علاجهم. والاثنين دول بيعملوا التهابات في الانتستين بتبهدل الدنيا. ودول هنقعد ندرس فيهم حوالي اكتر ممكن نقعد فيهم حصه في السبيشن. فانت عندك مرضين في السبيشن في الجي اي تي. واحد في السمول انتستين بس بياخد ايه؟ حته معينه اسمه ريجونال انتستين. فسموه ريجونال لانه بياخد ريجن معين. والتاني بياخد الالسر بيعمل الالسر في الجلوكوزا والانفلاميشن في الصاب جلوكوزا. راح مسمينه الترات. هو فين في الكولر؟ راح مسمينه الترات كولاريس. طب الثالث بقى في الليفر. فين في الليفر؟ في حته زباله قوي. لو انا عايز ارسم ده السنترال جين ودي الهيباتوسايتس. ده اسمه البورتال ترايات. البورتال ترايات ده فيه ايه؟ هيباتيك ارتري بورتال فين. والثالث بتاعهم فايزر. بس كده
تعالى لي في حته البايل دكت المغرفه دي. البايل حتى عارف بيتكون ازاي؟ بيتكون مين اللي بيكون البايل؟ بدايه البايل من الهيباتوسايت ترميه فين؟ بين بيلياري كاليكيولاي موجوده ان بتوين الهيباتوسايت، ويقعدوا يتجمعوا من كام حته كده لحد ما يصبوا فين في الاخر؟ في مين ده؟ في البايل دكت اللي موجوده فين؟ هنا في البيلياري او في الغرفه الدرقيه. انا بقى هاجي اعمل لك مرض عجيب جدا اسمه، او بلاش تفهم اسمه دلوقتي، هو جهاز المناعه بيشوف ان البايل دكت اللي موجوده في الغرفه الدرقيه دي انتجن وخطر عليه، فبيروح يعمل فيها ايه؟ يكسرها. طيب دلوقتي هتقابلك مشكله، ايه هي؟ انت رميت البايل هنا وترمى هنا وترمى هنا وترمى هنا، يجي يعدي هنا يلاقي السكه دي مش موجوده. طب انا هروح ارمي البايل فين؟ مش هلاقي مكان ارمي فيه، فهتضطر غصب عنك البايل يقف فين؟ في البايل كاليكيولاي فين؟ جوه الليفر. انت المفروض مرحله واحد اثنين ثلاثه اربعه بتجمع في المرحلة الأولانية، وبعدين في المرحلة الثانية، وبعدين في الثالثة، وبعدين في الرابعة، الرابعة اختفت. طب ليه اختفت؟ لأن جهاز المناعة شايف إنها موتت. في الحالة دي ما ينفعش أنقل الفايروس من مرحلة ثلاثة لمرحلة أربعة، هيقف عند مرحلة كام؟ ثلاثة، هيفضل موجود جوه النمو. هل الهيباتوسايت هتبطل تكوين فايروس؟ لا. فمعنى كده إن كمية الفايروس هيفضل يحصل لها إيه جوه هنا؟ هتزيد. البايل كاليكيولاي هتبتدي ايه؟ تشميلي وتستند باي تو باي، والنهايه المتوقعه ان ايه اللي هيحصل في البايل كاليكيولاي دي؟ رفض. ايه اللي يطلع من البايل كاليكيولاي؟ باي. حد عارف ان نيتشر بتاعت البايل ايه؟ هايلي الكلاي قوي جدا. طب تخيل لو جبت حاجه بقى يعني زي زي الهايلي اسيدك، لو جبت H2SO4 وحطيته على جلدك هيعمل في ايه؟ هياكل. طب ولو جبت بايل بس كونسنتريتد بايل وحطيته على الخلايا هيعمل فيها ايه؟ هياكل. طب هو هنا هيعمل ايه؟ هيروح جاي مفتك الخلايا دي. بس هو المشكله ان البايل ده هيطلع هو جنب مين؟ الليمتنج بليت. ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ سيلوز. مين السبب فيه؟ بايل، صح؟ فيروح مسمينه بيلياري سيلوز. انت بقى مطلوب منك تعرف ايه؟ بيلياري سيلوز بس. طب ايه ده؟ بريسبيشن ان شاء الله. ده سيفيتال بريسبيشن اسمه بيلياري سيلوز. يعني ده سيلوز اتحطت في الليفر بسبب البيلياري. دول الثلاثة اوتو ميون ديزيزز بتوع الجي اي تي. يبقى انا درست اوتو ميون ديزيز في الثايرويد جلاند اسمه ايه؟ هاشيموتو. السوبرا رينال جلاند اسمه اديسون. وبعدين درست واحد في السمول انتستن بياخد ريجن معين اسمه ريجنال انترايتس او الاسم الثاني بتاع كرونز. وبعدين درست واحد بيحصل فين؟ في الكولون، بياخد الميوكوزا كلها ويعمل التهاب في الكولون سميناه انسرت الكولايتس. وبعدين في حاجه اسمها بيلياري سيلوز. طيب في اماكن ثانيه ممكن نهاجمها؟ اه الجينيتو يورينال. طب هيهاجم ايه؟ جهاز المناعه بيجي يشوف ان الوول بتاعت الجلوميرولاي البيزمنت ممبرين بالنسبه له انتجن، يبقى هيعمل فيه ايه؟ دمج. في الحاله دي العيان هيدخل مني في التهاب في الجلوميرولاي، دي حاجه اسمها جلوميرولو نفرايتس. جلوميرولو نفرايتس قلت لكم درس ضخم جدا عن اتكلمنا في الحصه اللي فاتت في جزء منه اللي هو تايب 3، وفي جزء اوتو ميون، في اجزاء كتير قوي. فالجينيتال يورينري جهاز المناعه يشوف في الوول بتاع الجلوميرولار انتجين ويروح يضربه. او المصيبه الثانيه انه يشوف السبيرم انتجين فيعمل فيه ايه؟ دمج. العيان ده يدخل مني في ايه؟ ها؟ لا انفيرتيلتي ولا ستيريليتي؟ وايه الفرق ما بينهم؟ سؤال، ايه الفرق ما بين انفيرتيلتي وستيريليتي؟ هو عرفه في ستيريليتي. انفيرتيلتي قابل للعلاج،
عقم قابل للعلاج، سترينيتي عقم غير قابل للعلاج. فلما تسمع ان في واحد سترايك عنده سترينيتي ده مش هيتعالج خالص، ده كده يا اما هيبقى عنده قلب سبيرمي يا اما عنده اموتايل سبيرمي، وفي الحالتين برضه. نعم. طب هو اصلا ازاي الاكسن السبيرم والسبيرم هيبقى مثلا ما عنده البلاس من الخليه اللي هو بعد كده؟ هو السبيرم بيتصنع فين؟ حلو، انتي بودي في التستس. انتي بودي في التستس نفسه. تاني حاجه هو المرحله دي فيها بناء كتير، يعني مين اللي بيصنع السبيرم؟ انا حته في التستس. سيبنيفرس سيبيول يضرب ده، هو ممكن يضرب سيبنيفرس سيبيول من قبل ما السبيرم يتكون، يعني ممكن يعمل دامج للسيبنيفرس سيبيول او اول ما السبيرم يتكون، او ممكن في مرحله منه سيميلر بيزكي. ايه سيميلر بيزكي دي؟ ده الليويد اللي بيجي يزحلق السبيرم، يسهل حركه السبيرم يضربه. فليها اسباب كتير. يبقى انا عندي ثلاث امراض لحد دلوقتي في الجينيو تورينيك، في اليورينري والميرموكرايس والجنرال ستريلي. يجي عندي في الاندوكراين سوبرارينا والهاشيموتو سايروكاين وجي اي تي. السؤال المره دي كومبليت في الامتحان، اوتوريون ديزيز وجي اي تي، وجابها لهم ثلاث فراغات، التيرات الكولايتس و ريجنال انترايتس اللي دي اسم ثاني عشان مره جيت في الامتحان. طبعا دي كانت غلطه منهم، الكرونز ده الاسم هتدرسه في سبيشال سونت بارت 2، بس كده جابها لهم مره اللي هو الكرونز وبيرنسوس وبرايمري من سكندري. برايمري من سكندري، سكندري ده حاجه ثانيه خالص. سي ار او اتش ان، وبعد كده عندي الكوليجين. وده احنا قلنا واحد بينه على فكره اللي هو الروماتيك فيب، اشهر واحد او الروماتويد ارثرايتس. مين ده؟ كويت روماتويد ارثرايتس. الروماتيك فيبر دي اول حاجه هم شافوها زمان قوي، لانها كانت بتحصل في الناس اللي بتوصل الكلام ده كله زمان، وكان مع الاهمال الفكري والفقر والكلام ده كله زمان في اوروبا كانت مشهوره قوي. دلوقتي هي موجودة مفيش، يعني حالات الروماتيك فيبر بره بيتصوروا معاه ليه؟ على ريف في مصر، حالة بتدخل عليها في الامتحان لونج، حالة موجودة تمام؟ كومن جدا الروماتيك فيبر. روماتويد ارثرايتس بقى، روماتويد ارثرايتس روماتيك فيبر مبدئيا هو بيضرب الهارت والجوينت وبيزا الجلد وكم مكان، بس هو في الروماتيك، في الروماتيك بيضرب اللارج جوينت تمام؟ الروماتويد بيعمل ايه بقى؟ جهاز المناعة بيشوف ان الكارتليج اللي موجود هنا في النص ده بس موجود فين؟ في السمول جوينت بتاعت اللي هي الفلانجيت او الفلانجيت جوينت. طب الكارتليج ده وظيفته ايه؟ يمنع احتكاك العظم. طب انا لو جيت قلت لساعتك ان انا اروح واكل الكارتليج ده ايه اللي هيحصل في العظم دلوقتي؟ هيبقى في احتكاك، العيان بعد كده مش هيقدر يحرك طابع ايديه او من الريست والكلام ده كله، وممكن يحصل لها فري فيكسيشن. يعني لما نبقى ندرسه يجي يقول لك ان ممكن ايده تبقى عامله كده اهو، بيسموها سوانك رقبه البجع تمام؟ سوان يعني بجع تمام؟ فيقول لك سوانك، في بلد ثاني اسمه سوان في سيتي، في فريق اسمه سوانزي سيتي عامل زي البجع، لو جيت بصيت الشعار بتاعه بجع. المهم فيجي يقول لك في كل شيء ان هو يجي يضرب الكارتليج، ده مرض اسمه روماتويد ارثرايتس انا بندرسه بعد، او مرض شهير قوي يضرب كل حاجه في جسمك اسمه سيستميك لوبس اريثيماتوس. كل دول كولاجين ديزيز بتضرب عندك، وبعدين تلاقيه كاتب لك اسم مرض غريب قوي اسمه سكليرو ديرما. يعني ايه الاسم ده؟ سكليرو او سكليروزس يعني ايه بالظبط؟ تصلب. وديرما يعني ايه؟ يعني سكليرو.
المرض ده اول ما شافوه من الاخر كده عشان تبقى عارف قصه المرض ده جهاز المناعه بيشوف سكويماس ايبثيليوم انتيجين فيبدا يهاجمه فيحصل فيه دامج يجيل باي فيروس فيحصل فيه تصلب. جهاز المناعه بيشوف سكويماس ايبثيليوم انتيجين يهاجمه يحصل فيه انفلاميشن. الانفلاميشن ده سيفير يجيل باي فيروس. حلو، ايه اول واشهر سكويماس ايبثيليوم انت تقدر تشوفه قدامك؟ السكين. بس الكلام ده هم في الاول كانوا مفكرين ان ده مرض في السكين بس، راحوا مسمينه سكين ودرم. بس ليه هم اكتشفوا انه ايه؟ انه مرض بيحصل في كل سكويماس ايبثيليوم. مين تاني عند الجسم في سكويماس ايبثيليوم؟ اللي قصاد الجسم ده في كارثه بقى. حد عارف ليه؟ انت لو جيت قلت لك ان الاسوفجس بتاع سعادتك علاقته كله هايبرستيشن، كل الوول بقى فايبرنت، ايه اللي هيحصل معايا ده؟ دلوقتي الاسوفجس لما يجي كونتراكت هيكونتراكت كله مره واحده ويريلاكس كله مره واحده. فقدت اهم حاجه في الاسوفجس اسمها البريستالتيك موفمنت. الاكل ينزل؟ لا، لان الاكل ما بينزلش بالجرافيتي، الاكل بينزل بالبريستالتيك موفمنت. تمام؟ فدي هنبقى ندرسها في السبيشال في حاجه كده اسمها صعوبه البلع او الديس فاشن. يبقى تاني ايه الكولاجين ديزيز اللي عندي؟ سيستميك لوبس، كليمودرما، روماتويد ارثرايتس وكده. يبقى كام حاجه في الاوتو ميون ديزيز خدناها لحد دلوقتي؟ اسامي كلها دروس كبيره عندي في سويتش. بس لو كان في الكولاجين تشو يا اما سكليمودرما يا اما روماتيك، هو اشهر واحد فيهم، اهم واحد الروماتيك فيفر والروماتويد. في الاندوكراين جلاند الثايرويد هاشيموتو والادس. في جي اي تي بتيجي كتير برايمري بيلير سيروز السيراتيف كولايتس وريجنال انترايتس او كرونز. وفي جينيتو رينري ريبيرو نوترايتس وستريتس. اتفضل. البلاد، البلاد عندي جهاز المناعه يشوف ايه في البلاد ده غريب. اوتو اميون دي قلناها من المره اللي فاتت. هيموليتيك انيميا ثرومبوسيتوينيا ولوكوبينيا. أو في نوع غريب كده بقى. لو جيت قلت لواحد لو جيت طلعت اوتو اميون ديزيز ضربت بيه الاستومك ده يأثر على الدم ولا ما يأثرش على الدم؟ ليه؟ إيه علاقة الاستومك بالأنيميا؟ في عندي حاجة اسمها انترنسك فاكتور بيطلع من خلايا السم جنب البرايتال كده. وظيفته ايه الانترنسك فاكتور ده؟ فيتامين بي 12 ابزوربشن. في الحاله دي العيان هيدخل مني حاجه اسمها ميجالو بلاستيك انيميا، تحديدا نوع اسمه برينيشيس. ده ايه ده؟ اوتو اميون ديزيز. دول الاوتو اميون ديزيز. انا حاولت ان انا ابسط لك الاسامي اللي هتحفظها دي لان مطلوبه منك وفي الحفظ. طيب ده كده الاوتو اميون ديزيز. وعرفنا هو لما بيجي يسال حاجه من اثنين، انيوميريت الميكانيزم اوتو اميون ديزيز او انيوميريت اوتو اميون ديزيز ويز اكزامبل. ولو جه سعادتك قال لك قول لي يا ابني ايه هم الاوتو اميون ديزيز ما تبقاش عبيط وتروح تكتب له كولاجين واندوكراينال والكلام ده، لا هو عايز يعرف الاكزامبل، تقول له اندوكراينال زي هاشيموتو مثلا وهكذا. طيب هنتكلم في درس تقيل قوي قوي، وده بقى عايز ترسم ورايا وتفهم ويا ريت لو تسمع شويه. الاميون ديفيشنسي، الاميون ديفيشنسي هنقابله كتير ومطلوب مني حاجتين. ده واحد مناعته قليله، السؤال مناعته قلت امتى؟ يعني ايه؟ يعني هل هو كان مولود طبيعي وزي الفل وبعدين المناعة بتاعته دي حصل لها نص فقدت، ولا هو من ساعة أو مولود ما عندوش مناعة؟ بمعنى هل هو congenital عنده immune deficiency
ولا هو كان كويس وبعد كده حصل حاجه اسمها acquired immune deficiency؟ السؤال تعال نبدا بالكونجنتال. الكونجنتال ده ايه؟ ده واحد هيحصل له بص اوتيميوني مولود ما عندوش جهاز المناعه. طيب جهاز المناعه اصلا في الطفل جاي ازاي؟ المفروض من البوم مارو، هو ده جهاز المناعة، بس البوم مارو ما بيكونش بدأ يشتغل إلا بعد ما الولد يتولد. فعقبال ما يوصل للفول ماتيوريتي بتاعته بياخد كام شهر؟ 6 شهور. خلال الست شهور الأولانيين دول الطفل معتمد على مين؟ على الإميونيتي بتاعت المذر اللي هو إميونوجلوبولين جي. أول 6 شهور. عشان كده أوعى تغلط الغلطة اللي الناس بتقع فيها. الكونجنتال اميون ديفيشنسي اعراضه تظهر امتى؟ بعد 6 شهور. ما ينفعش قبل 6 شهور. ليه؟ لانه كده كده اول 6 شهور هو معتمد في الاميونيتي على مين؟ على النظر. يعني لو الطفل ده ما عندوش بوم مره كده كده اول 6 شهور معتمد على امه. فالاعراض بتاعت الاميون ديفيشنسي تظهر امتى؟ بعد 6 شهور. في بقى رسمه سعادتك لازم ترسمها معايا عشان تعرف اصل الاميونيتي عندنا ازاي. احنا قلنا ان جسمنا كله فيه حاجه اسمها البريكورسر سيل اللي هي الليمفو بلاست او الليمفو بلاست. المهم بلاست سيل الموجوده في البون مارو، وقلنا قبل كده ان دي الستيم سيل ادلت ستيم سيل دي بتديني تو تايبس من الخلايا البي والتي. السؤال ازاي البي سيل بتاعتنا اتكونت؟ ايه المراحل بتاعتها؟ وازاي التي سيل بتاعتنا اتكونت؟ البي سيل اول ما بدات بخليه اسمها البري بي، حجمها كبير قوي جدا. وبعدين انا عايزها تبقى ماتيور اكتر وتقدر تقوم بفانكشن افضل واعلى. ففي انزيمز هنا هيدروكسيليت انزيم والبكتيز انزيم علينا يعني مش مهم، بيحولوا البري بي الى خليه اعلى شويه اسمها برو بي. فالبرو بي حجمها اصغر شويه، وبعدين البرو بي بالانزيم الثانيه بتتحول الى حاجه اسمها الماتيور بي. وبعدين تيجي الانزيمز تحولها الى ماتيور بي. وبعدين تيجي انزيمز ثانيه تبدا تشتغل عليها فتبدا تطلع سكريشن. من اهم السكريشن بتاعتها البلازما سيلز. وبعدين البلازما سيلز تيجي تشتغل عليها منطب الانزيمز فيبدا يطلع الام والاي والجي والاي والجي. يعني هو الموضوع كله ستيبس مراحل، وكل ما بتتنقل من مرحله للثانيه كل ما بيحصل ايه في حجم الخليه بيصغر. الكلام ده المفروض كنتوا دارسينه فين؟ في الريسيرش. ان انا ببدا بخلايا كبيره وتفضل تظهر عندي. حتى لو حد فاكر الميجالوبلاستيك انيميا ليه سموها ميجالو وليه سموها بلاستيك؟ الخلايا اول ما بتبدا بلاستيك بتبقى حجمها عملاق ميجالو، وتقعد كل شويه في الماتوريشن يحصل لها ايه؟ تظهر. في الميجالو بلاستيك انيميا لو حد فاكر، سيبك من الميجالو بلاستيك انيميا، ار بي سيز كبيره قوي او ريسو بلاستيك كبيره بتقعد تظهر عندي. كان مين اللي بيخلي الخلايا تقعد تتنقل من المرحله الثانيه؟ فيتامين بي 12. لو انت قطعت فيتامين بي 12 هنا ايه اللي هيحصل؟ هتفضل في الحجم ده الكبير. وفي انهي مرحله؟ بلاست ولا سايت؟ بلاست. عشان كده ما قالوش ميجالو سايت، سموها ميجالو بلاست. ما عليك، خلينا احنا هنا في البي. البي دي بتحصل لها ايه؟ بتبقى كبير، يحصل انزيم زي هيدروكسيليت بروتكتيف انزيم، تتحول لخلايا ماتيور اكتر حجمها يصغر، تتحول للاماتيور حجمها يصغر. الماتيور بس هنا بقت بي سيل، وفي الاخر تتحول الى الماتيور بي سيل، بقت اصغر حاجه. تبدا تشتغل على انزيم تشغلها اكتر فتبدا تطلع البلازما سيل. البلازما سيل اشغلها واطلع عليها انزيم اكتر فيجي عندي هنا ويطلع الام والام جي والام جي.
طيب الانزيمز والحاجات دي كلها ما هي الا بروتينات، والبروتينز دي كلها مين اللي بيفرزها؟ جينز. فلو الجين مضروب يبقى الانزيم ده ايه اللي هيحصل له؟ طيب لو جيت قلت لسعادتك ان انا من الحته دي الانزيم ده مش هطلعه، الانزيم المسؤول عن تحول البري بي الى الجرو بي مش هيطلع. ليه؟ لان الجين المسؤول عن خروج الانزيم ده بايظ. طب الجين ده محمل على انهي كروموزوم؟ اكس كروموزوم. في الحاله دي ايه اخبار البي؟ مفيش بي، في بي بس عيانه كده البري بي. ايه اخبار البلازما سيل؟ مفيش. ايه اخبار الجاما جلوبولين الميوجلوبولين؟ مفيش. راحوا مسميين اسم المرض ده اسم لذيذ قوي، اكس لينكد، لانه متحمل على اكس كروموزوم. يعني ايه دي لما تتصاعد لحاجه يبقى نفس؟ مفيش. جاما جلوبيولينيميا يعني ايه؟ جاما جلوبيولينيميا ايميا يعني دم. مفيش جاما جلوبولين في الدم، لانك لو جيت قست الليفل بتاع الجاما جلوبولين هتلاقيه مش موجود، لان ده توانا البرودكت. انا دايما اللي بيهمني الانتي بادي، الانتي بادي هي اللي بتحتاجها. تمام. فالعيان ده دلوقتي ايه مشكلته؟ ما عندوش جاما جلوبولين خالص، فما عندوش مناعه. ففي الحاله دي يبقى الشخص ده عنده حاجه اسمها ايه؟ اكس لينكد، لانه ده بيتحمل على الاكس كروموزوم. جاما جلوبولين. طب مين اللي اكتشفه؟ واحد اسمه بروتون، وراح مسميه باسمه. طيب لو جيت قلت لك ده في كاتيجوري البي ولا التي؟ البي ده الميون ديفيشنسي ديس اوردر. الطفل بيتولد مولود كده ما عندوش جاما جلوبولين خالص. طبعا الانهبيشن بتروح تلاقيه جاما جلوبولين في اول 6 شهور. ليه؟ لان الميونوجلوبولين دي هتلاقيه موجود بسبب امه. قيسه بعد 6 شهور، تيجي تقيس الليفل تلاقيه تقريبا نايم، مفيش. طيب الحاجه الثانيه لما تيجي تبص على البي لينفوسايت، المفروض انتوا عارفين ان البي لينفوسايت بتبقى مخصوصه جوه الليمف نود بالانسولين بشكل ايه؟ فوليكل، صح؟ الفوليكل دي بتبقى كذا لير، طبعا دلوقتي في كذا لير عندي، ده انا هي اتقفشت في المرحله دي وقفت عليها. فيجي يقول لك ان انا بلاقي الخلايا دي متمطوره كده مش مترتبه، مفيش ترتيب عشوائي. السؤال بقى اللي يهمني، الفراغ الابيض اللي في النص ده اسمه ايه؟ ايوه جيرمنال سنتر، اسمه كده جيرمنال سنتر. هل انا عندي اصلا ليمفوسايت مترتبه بشكل كويس جدا؟ لا. فيجي يقول لك لما تيجي تبص على ليمف نود او ليمف فوليكل ما تلاقيش اصلا في جيرمنال سنتر، نص اوف جيرمنال سنتر، لان مفيش ترتيبه اصلا. ليه؟ المفروض انت البريدكت تتاثر بشكل لير، اللي وراها الروبي، اللي وراها الاماتيور، اللي وراها خالص من بره خالص الليمفوسايت. انا قفلت في المرحله دي، فلا في روبي ولا في اماتيور ولا في فوليكلز اصلا. طيب العيان ده اعمله ايه؟ اعالجه ازاي؟ بالظبط اديله قلب بس. النخاع اديله ايه؟ النخاع انا بزرع سنسل، فانا محتاج ان الانزيم تبقى موجوده علشان تكمل. هو المشكله عنده مش في النخاع، المشكله عنده في الجين. ففي الحاله دي انا ما قدميش غير ان انا اديله الانتي بادي جاهزه بس، ما لهاش حل غير كده. يبقى اول مرض بيسالك عليه يقول لك اسمه اكس لينكد جاما جلوبولينيميا، وده ديزيز بيحصل بسبب ديسوردر عند الاكس كروموزوم، بيبقى الريت ليه البريدي تقدر الريت، وبالتالي تيجي تبص تلاقي العيان ده عنده ديفيك، لا في بلازما سيل ولا في ميوجلوبين. تيجي تاخد عينه من الليمف نود او السبلين، تيجي تبص على الليمف فوليكل ما تلاقيش لا في فوليكل ولا في جيرمنال سنتر، الدنيا بايظه. طيب في مرض تاني غير ده بقى، مرض تاني خالص. الانزيم المفروض يعمل اكتيفيشن هنا بس، اخباره ايه؟ مش منطق. يعني ايه؟ العيان عنده بري بي، عنده برو بي، عنده ماتيور، عنده ماتيور، عنده بلازما سيل، عنده الميونوجلوبولين كلهم الا واحد، مين هو؟ الميونوجلوبولين ايه؟ فيقولوا عليه ايه بقى؟ سيلكتيف اميونوجلوبولين ايه ديفيشنسي.
صحيح. طيب ايه المشكلة لما يبقى عندي في سيلكتيف اميونوجلوبين دي ديفيشن؟ ايه وظيفة الاميونوجلوبين دي؟ خط دفاع مناعي فين؟ في السيرم وفي السكريشن. فين في السكريشن؟ في الارش انفكشن، في جي اي تي انفكشن. طيب ايه وظيفته في السيرم يا ولاد؟ لما بتعمل بلاد ترانسفيوجن بيقلل الانافلاكسيس. طب ده دلوقتي لما تيجي تعمل بلاد ترانسفيوجن ايه اللي هيحصل؟ مع كل مرة هما بيكتشفوه بالصدفة على فكرة، ان هما يلاقوا طفل تعب في أي لحظة مثلا وعايزين له بلاد ترانسفيوجن، يجي يعملوا له بلاد ترانسفيوجن يلاقي الطفل ده حصل له انافلاكسيس كأنه انكمبتبل بلاد ترانسفيوجن. فطبعا يجي يتأكد الأول من الدم، يلاقي الدم مرتبط تماما، يروح على طول فورا يقول له لو سمحت احنا عايزين نقيس الميونوجلوبين ايه في الدم، يفاجئ ان الميونوجلوبين ايه كومبليتلي. فدي حاجه في الطب بيسموها سيلكتد اميونوجلوبين ايه ديفيشنسي. ايه السبب؟ الانزيم المفروض يعمل اكتيفيشن ويخلي البلازما سيل تطلع الميونوجلوبين ايه مش موجود. وده على فكره من كومن قوي، كومن بالكومنس بالسكور ده في البيتيل. طيب ايه اللي بيحصل؟ الميونوجلوبين ايه بيقل، مش موجود ده في السكريشن ولا في السيرم. السكريشن موجود في الار انفكشن، موجود في جي اي تي انفكشن، ولا موجود في السيرم. العيان ده كل ما تيجي تنقل له دم يحصل له انافلاكس. اغلب الاطفال بيكتشفوهم بالطريقه دي، ينقل له دم يحصل له رعشه وفيبر والواد يبتدي يخش تشنجات، يروح موقف الدم ويعمل يفحص الدم تاني يلاقيه هو هو نفس المصيره بتاعت الولد، يروح طالب على طول ايه؟ طالب له اميونوجلوبين. طيب تعالى بقى للتي. التي دي تمشي ازاي؟ نفس الكلام، برو تي وبري تي وكلام ده كله. طيب انا بقى عايز اعمل ايه؟ عايز اقلل التي. سؤال، حد عارف ايه اشهر مكان في الطفل التي للسايمس؟ يبقى لو جيت قلت لك ان في طفل عندك مش موجود عنده سايمس جراند او قليله، يبقى التي سيل هتبقى عنده ايه؟ قليل. ده سندروم يا اولاد بيسموه داي جورج سندروم. ده واحد مولود عنده في مشكله في حاجه اسمها فرينجيال باوتش. سمعت عنها؟ فرينجيال باوتش دي بتكون السيرز والبولس. بيكونوا ايه؟ بيكونوا ساينس جلاند. من ضمن الحاجات اللي بيكونوا الهارت. فيتولد عنده خلل في الهارت، كونجنتال هارت ديزيز، وخلت ان الساينس جراند مش موجوده. فالطفل ده دلوقتي يا اما بيقول لك عليها يا اما اتروفاي مختفيه تماما، يا اما هايبوبليجيا حجمها قليل. في الحالتين افراد الدي اكبره ايه؟ قليل. السندروم ده اسمه ايه؟ داي جورج سندروم. طب وايه المشكله لما الدي تبقى قليله؟ انفكشن. ليه؟ ليه انا خايف ان الدي تقل؟ بالظبط. تاني دي اكتمال التي هيلبر. السي دي ايه ماشي، بس التي هيلبر هي اللي مهمه. اهم خلايا في الجهاز كله في التي هيلبر. فلو باظت التي هيلبر، التي هيلبر زي ما هنعرف دلوقتي بتعمل اكتيفيشن لكل حاجه، فلو باظت كل حاجه باظت. اسم السندروم ده داي جورج سندروم. كده انت درست اميون ديفيشنسي فين؟ في البي. ودرست اميون ديفيشنسي فين؟ في التي. طب لو جيت قلت لك ان البلاست سيل اللي فوق دي بايظه، العيال يبقى عنده ديفيشنسي فين؟ في الدي والتي. فيسموه اسم مشهور قوي باختصار، ده مشهور على فكره، سيفير كومباين اميون ديفيشنسي. هنا الديفيشنسي فين؟ في الدي والتي. غالبا الطفل ده بيموت، ما بيعيش، لانه بيبقى عنده ديفيشنسي في كذا مكان تاني، حاجات اورجن ثانيه. فده ديس اوردر اسمه سيفير كومبايند اميون ديفيشنسي. بيبقى فيه الديفيشنسي. يبقى ايه هي الاسباب او الامراض اللي تخلي الطفل يحصل له اميون ديفيشنسي؟ اولا الكونجنتال اميون ديفيشنسي اعراضه تظهر امتى؟ بعد 6 شهور. اوعى تغلط وتقول انه قبل 6 شهور. الغلطه اللي الناس بتقع فيها، في فرق ما بين السيمبتومز وفي فرق ما بين الديزيز ده نفسه حصل امتى. الديزيز حصل امتى؟
ما حتى الامبريوجينيز وهو لسه طفل تمام امفيز كمان. الاعراض بقى المانيفستيشن تظهر امتى؟ بعد طب ايه هما؟ امسك كل مرحله واضربها. انت مش عندك كان زمان طبعا بننزل في حاجه اكبر من كده بكتير بس هنا دلوقتي لو قفلت المرحله دي هتبقى البيت الاريت فاني ستيج البريدي ايه اللي هيحصل؟ كل اللي ورا ده كله مش هيطلع بما ما فيهم البلازما سيل والهيموجلوبين. العيان ده دلوقتي لو بقى عنده اريست خلايا في البيت تيجي تبص على الفوليك ما تلاقيش فيه فوليك يقول لك لوس اوف جيرمينال سنتر تيجي تلاقي ما فيش بلازما سيل ولا في جاما جلوبين وده ملوش حل غير انك تديله جاما جلوبين جاما. طب تاني واحد في المرحله دي في الاريست الهيموجلوبين ايه؟ ايه اللي حصل؟ الريسس محط الهيموجلوبين ايه ده كل الانتي بودي تطلع الا ده. طيب ايه المشكله؟ الهيموجلوبين ايه ما طلعش؟ طب ايه وظيفته؟ في جزء سيرم وفي جزء سكريشن. السكريشن مش موجود فيها يحصل انفكشن هاي انفكشن جي اي تي انفكشن اورال انفكشن وهكذا. والانافلاكسس هيبتدي يحصل ليه؟ لان هو اصله من ضمن الحاجات اللي كانت بتقلل الانافلاكسس لما تعمل بلاد ترانسفير. الناحيه الثانيه تي ده جزء سيرد والفورس فرنجال باوتش فيهم خلل بايظين طبيعي الحاجات اللي هتطلع منهم هتبقى بايظه. اهم اثنين الهارت والساينس جلاد وبعدين الاثنين التي والجي يبقوا بايظين نتيجه لان البلاد سيلز موجوده في البون مارو بس. ده كده سندروم بتاعت الكونجنتال اميون ديفيشنسي. تعالى بقى معايا على واحد من الحاجات المهمة الأكواير الإميون ديفيشنسي. حتى عارف إيه هو أسباب الأكواير الإميون ديفيشنسي؟ الإيه؟ الإيه ده اختصار إيه؟ أكواير إميون ديفيشنسي سندروم. معلومات اللي يعني إيه؟ ان شاء الله بلاقي ناس كتير فيكم شغالين في الفينشر وعاملين شغل فظيع عن الدين بس في ناس ما تعرفش اصلا هم عاملين شغل عن ايه. يعني هم بيتكلم عن الدين وبيوعي الناس منه بس هو الفكره الدين ده ايه خطوط وبيضرب قلبي اماكن والناس معتقده ان هو مرض لنقص المناعه كله. لا ده هو في كارثه ثانيه بتحصل فيه. لان المرض ده بيتسبب في اورام، دوس اورام عمرك ما هتسمع عنها غير مع الايه؟ بيتسبب في ان المخ بيتضرب، بيضرب المخ. طيب اللي انا هقوله الترتيبه اللي انا لازم اشرح بيها ما ينفعش تبقى ترتيب في الكتاب ولا ترتيب في الورق. خليك معايا وبعد كده نبقى نرجع نقراهم تاني. ايه دول بقى؟ انا دلوقتي هتكلم في حاجه اسمها الاكوايرد اميون ديفيشنسي. دول اسبابهم ايه؟ دايابيتس ايدز مرض مقرف كده غبي وبندرسه اسمه ساركويدوزس مال نوتريشن كوشنج الناس اللي عندهم بياخدوا كورتيزون كتير. انا اللي يهمني هو الايد. الايد هو صار اكوايرد اميون ديفيشنسي سندروم. انت كل اللي هتعمله هترسم وراه. ايه الايدز ده؟ ده فيروس انفكشن من عيله كبيره قوي اسمها اتش اي جي. طب ايه اختصار اتش اي جي؟ هيومن اميون ديفيشنسي فيروس. طيب الفيروس ده شكله عامل ازاي؟ الفيروس يا ولاد اغلب الفيروسات دي ان ايه والار ان ايه؟ ار ان ايه؟ يعني كل الفيروسات تقريبا ار ان اي. حتى فيروس الهيباتايتس عندي هم خمس اي وبي وسي ودي وبي. الفيروس كلهم ار ان اي ما عدا البي. وعشان كده لما الحاج عبد العاطي جه كان بيتكلم على الفيروس ويقول لك دبل ستراند قلب بس واحد بيتكلم عن فيروس سي دبل ستراند ده حمار فخلاص ما كنتش عارف انه حمار قوي جدا. فالفكره في ايه؟ الفيروس ده من عيله غريبه قوي اسمها ريترو فيروس. الفيروس انت شايف ايه بالفيروس؟ امبرو ده بيسموه امبرو ما بيسموهش سيل يعني سيل ممبرين والكلام ده هو بيسموه امبرو تمام؟
تعرف حاجه ان في حاجه اسمها الكبسول الكلام ما علينا تقول لما تدرس بيولوجي. وبعدين دي نيوكليير ماتيريال ار ان اي. وبعدين العيله دي يا اولاد اسمها ريترو فايروس. وهنعرف يعني ايه ريترو عكس. عنده جزئيه هنا اسمها ريفيرس ترانسكريبتيز. تفهم ايه من لفظ ريفيرس ترانسكريبتيز؟ انه يحوله من ار ان اي الى دي ان اي. طب ليه انا عايز احول الفيروس من ار ان اي دي ان اي؟ هتعرف. وبعدين احنا اتفقنا ان اي خليه داخله عند سعادتك لازم يبقى ليها ايه؟ انتجين. الانتجين ده عباره عن ايه؟ بروتين. جلايكو بروتين. من 80 الى 120 في من 80 ل 120 امينو اسيدز. هو في اثنين واحد 80 مع 120. ما علينا. الفيروس ده بيعيش فين؟ بيعيش في السكريشن مينلي في البلاد. وبالتالي لو قلت لواحد عايزين ننقل الفيروس ده لشخص ننقله له ازاي؟ بثلاث طرق. طريقه اكيد مفهومه لا ترانسفيوجن. ودي كانت مشكله لحد قبل سنه 85 كان فيروس سي والايدز ما بيعرفوش يكشفوا عليهم في الدم. فكانوا بينقلوا الدم وانت وريتك في فيروس سي في ايدز انت اللي هتاخد بقى ايه اللي فيه النصيب. طيب وبرضه حصلت حادثه كده في ليبيا. كان في طقم تمريض من بلغاريا عملوا بلاد ترانسفيوجن انتندد قصدي لاطفال وكان في ايدز. ده كان عايز بتاع 15 سنه 20 سنه. وطبعا الاطفال دي دخلت في ايدز وماتوا. كانت بلوى كبيره. بلاد ترانسفيوجن طريقه مثاليه جدا لتنقل الفيروس. او ودي بقى مصيبه ثانيه انه هو كده بيتنقل من الدم. فلو الام دي حامل وبالتالي هيتنقل للبيبي. فترانس بلاسنتال او في الطب بيسموا ترانس بلاسنتال فيرتيكال. فيرتيكال يعني ايه؟ من الام للبيبي مباشره. والحمد لله يعني الموضوع ده دقيقه خلال الاجازه اللي فاتت دي في ثلاث حالات. المفروض انهم ناس محترمه. اثنين ضباط كانوا في قوات مجلس السلام، واحد مهندس. الثلاثه كانوا مقضيين. راحوا مقضيين يعني بيرفع عن نفسه. فدي المشكله الثانيه ان هو الثالث حاجه انه السيكشوال ترانسميشن والسيكشواليتي اللي حصل ان البي ده كانت نفسه حلوه قوي كان في كونغ. عنده عفريت صديقه ما علينا. جاله والكارثه الثلاثه اشتركوا في حاجه واحده. الثلاثه متجوزين. الثلاثه جم بالفيروس. الثلاثه عارفين ان عندهم ايه. الثلاثه نقلوا الفيروس من رقبتهم بدون ما يقولوا. وواحد منهم عشان في خلافات ما بينه وما بين مراته تمام؟ يعني هم على حاجات الايد ما هو مش عارف. والتاني حجته اصلا هتعمل ايه؟ مش هتبني يعني تمام؟ فاللي هو يعني حاجات عجيبه كده. يعني انا الكارثه الكبيره كانت في الحاله اللي انا كنت عارفها لان البنت كلمتني عليها قريبتهم. الراجل جاي عنده نتيجة ونقل لمراته ومراته حملت وخلفت والبنت عندها 12 شهر وما بتعرفش تقعد. يعني البنت اكيد اكيد هيكون جاي. دول الثلاث حاجات اللي تقدر تلقيله بيهم سيكشوال ترانسميتد ديزيز. هنا بقى ده الكومونست. المصيبه بقى في ايه؟ المصيبه كلها حاجه ان احنا الكومونست باس واي طريقه نقل هو سيكشوال ترانسميشن. فلما بيبقى في الحتتين دول الناس بتقبل النقطتين دول وطلعوا بقى اشاعات عجيبه عن هذا الشخص. وللاسف كمان عشان تعرف البلوى الثانيه ان الكومونست مش هيترو سيكشوال هومو سيكشوال.
مين مع مين؟ 65% من طريقة نقله هوموسيكشن. طيب الفيروس ده مش معروف، مش معروف. كان في قصة متخلفة، القصة دي غير واقعية، إن واحد كان نفسه حلوة جدا بقى، خد شمبانزي في عقار الفحم. ففي قصة هبلة كده اتقالت زمان، أصل الفيروس ده في الشمبانزي ما عملش حاجة، هو خد شمبانزي. هو مش معروف سببه اصله ايه بالظبط، يعني القصه الشريفه بتاعت ان واحد عمل في الكورس مع شمبانزي هي دي اللي اتقالت بس. تمام، ما عليه. هما دول الثلاث طرق اللي بنطبق بيها. لا واحد على تمام. نكمل لو سمحت. الفيروس ده المهم دخل في جسم سعادتك ودخل في الدم. هو بس مخصوص عشان في بعض الدكاتره ممكن يسالك في الكوره، طب ليه يا ابني هوموسيكشوال اكثر من الهيتيروس؟ بص النورمال او الهيتيروسيكشوال انتركورس الفاجينا لايند بيه سكويمس كتير، ده يريدس الانجري. فلو حصل انجري الفيروس هيدخل منه للبلد. اما في الهوموسيكشوال انت من الانا الكنات اللي هي لايند بيه بس الانا الكنات طولها قد ايه؟ 4 سم. فاكيد انت ساعتك فين؟ هيحصل انجري في الركبه. تمام؟ وبالتالي سهل ان يكون الباب بتاع الركبه ايزي تو بي انجري، سهله جدا. فسهل ان يحصل فيها انجري وبالتالي السيمي يقدر الانفكت ده يقدر بمنتهى البساطه يدخل هنا ويعمل دايما كومن 65% مقابل من 5 ل 10% تمسك. تمام؟ طيب السؤال بقى، احنا كده عرفنا ان الفيروس ده هيعمل ايه الفيروس؟ وايه اللي هيحصل؟ وايه المراحل بتاعته؟ الفيروس ده اول ما هيدخل هو دي ماده غريبه، صح؟ تركيبه ماده غريبه، جلايكوبروتين ار ان اي ودي الكارثه كلها. دي لو مش موجوده الفيروس ده ما كانش ليه اي لازمه. هيجي بقى في خليتين قلنا بيلفوا طول الوقت، طول الوقت عمالين يلفوا علشان يشوفوا ايه؟ يشوفوا اي حاجه على الدور. مين هما؟ السي دي 4 اهي، ده السي دي 4 والماكروفاج. رايحين فين؟ رايحين طيب الجينيتك ماتيريال بتاعت الماكروفاج او السي دي 4 هي عباره عن جسمي كله خلايا دي ان ايه، وبعدين الفيروس مستنيهم. تعالى كمبيوتر يجي الفيروس اهو وادي الجلايكوبروتين. مين اللي بيشد الماكروفاج او السي دي 4 ناحيته؟ الجلايكوبروتين هو الايفيدنت اللي هو عايز ايه؟ عايز ينزل فيه. فتيجي السي دي 4 بتاعت البكتيريا دي تعمل ايه؟ تلزق في مين دلوقتي؟ حصل ايه دلوقتي ما بينهم؟ هما الاثنين كونتاكت. ايه اللي موجود هنا؟ الار ان اي. وايه ده؟ الريفرد ترانسكريبتين. ايه اللي موجود هنا؟ الدي ان اي. اول ما يحصل كونتاكت الفيروس ده لاقين يعمل ايه؟ يروح ناقص فين؟ ناقص هنا يتنقل ازاي؟ جوه. طيب لو هو اتنقل لوحده ولا اي صنف ما تخافش، ليه؟ لان ده سنجل ستراند. لما هنيجي نعمل دوبليكيشن
هو هينفصل مش هيلاقي حاجه فهينفصل هيروح لوحده. المصيبه ان مين الاثنين معاه؟ الريفرس ترانسكريبت. الريفرس ترانسكريبت بيعمل كومبلمنتري نسخه منه بالمقلوب بتاعه. فبقى انت دلوقتي عندك ده بيسموه ايه؟ برو فايرال دي ان ايه، يعني كانه دي ان ايه بتاع مين؟ بتاع الفيروس. امال الاحمر ده ايه؟ ده الهوست دي ان ايه بتاع دي. طيب وبعدين خلاياك بيطلعها ميتوتيك ديفيجن كل شويه صح؟ لما بنيجي نعمل ميتوتيك ديفيجن بنعمل ايه؟ اختباريه الدي ان ايه، نعمل ده نسخه ونعمل ده نسخه. طيب انا هعمل ايه؟ هاجي اختباريه الدي ان ايه، مين اللي هيعمل انهبيشن وهو اللي يعمل اختباريشن ويعمل دوبليكيشن؟ البروفايدر. يعني ايه؟ ده نشاطه اقوى بكتير من نشاط الدي ان ايه بتاع الثعلب. فهيعمل ايه؟ انت هتيجي على الخليه دي اللي هي السي دي 4 وبعدين تيجي تفك الدي ان ايه علشان تعمل دوبليكيشن. مين اللي يبتدي يتفك بسرعه ويعمل دوبليكيشن اسرع؟ البرو فايرال دي ان ايه. ويدخل يعني حط الكومبلمنتري بتاعته. انت دلوقتي تخيل كده عندك حتتين دي ان ايه، حته دي هتروح فاصلهم وتعمل ده دبل ستراند وتعمل ده دبل ستراند. فانا المفروض فصلت الاحمر ده علشان اعمله ايه؟ اعمل له دوبليكيشن. مين اللي هيروح اعمل له دبل ستراند؟ بدل ما اعمل الاحمر ده اعمل له دبل ستراند احمر ثاني من الهوست، يروح الفيروس هو اللي سابق ورمي له مين؟ دبل ستراند من عنده. فانت دلوقتي بقى عندك نص الكروموزوم بتاع كروماتيد نورمال وكروماتيد فيروس. وبعدين ادي الفيروس. يعني من الاخر كده انت بتعمل ايه في الدي ان ايه بتاع الهوست؟ انفكت. يعني ايه؟ يعني من الاخر بحل محل الهوست دي ان ايه، الفيروس دي ان ايه بالتدريج هيحل محل مين؟ الهوست دي ان ايه. ادي الفيروس، كل ما تيجي تعمل دبل ستراند تعمل دوبليكيشن، بدل ما تعمل دوبليكيشن بالهوست مين اللي يعمل الدوبليكيشن مكانه؟ الفيروس. مع مرور الوقت تتوقع الدي ان ايه كله هيبقى بعد كده ايه؟ فيروس دي ان ايه. سؤال كده، الخليه دي نورمال البرودكت بتاعتها تبقى ابنورمال صح؟ فتلمحها خليه السي دي ايه تقول لها ايه ده، انت خليه غريبه صح؟ لازم اعمل فيك ايه؟ اكسرها. طب واحد يقول لي ايه؟ طب ما جميله اهي، ما الخليه هتتكسر والفيروس هيموت معاها. لا، الفيروس هي لما تيجي تكسر هتكسر ايه؟ السيل ميمبرين. الفيروس ده هينط بره، هيخلع بره ويعمل حواليه عبايه كده اللي هي الوول الكبسل اللي هي كانت فين في الاول؟ دي يعرف يكونها تاني. يعني من الاخر انت هتروح جاي عامل ايه؟ ضارب الخليه صح؟ لما هتضرب الخليه دلوقتي انت فاكر ان انت عملت ايه؟ ان انت موتت السي دي 4 سي دي ايه؟ الفيروس هيطلع ويروح عامل ايه؟ عامل حواليه كبسل او ممبرين او انفلوب جديد. يبقى انت دلوقتي ايه اللي انت بتعمله في النمبر بتاع السي دي 4؟ بتنفكت السي دي 4، السي دي 4 تموت. عمال تعمل ايه في التوتال نمبر بتاع السي دي 4؟ عمال ايه؟ لدرجه ان اقول لك حاجه، هو مين اللي بيهد؟ السي دي 4 ولا السي دي 8؟ السي دي 4. السي دي 8 زي ما هي. طب حد عارف الريشيو بتاعت السي دي 4 للسي دي 8 كام؟ 2 الى 1. عارف الريشيو تبقى كام؟ نص الواحد، كانها العكس. دي 2 الى دي ضعف دي، فبقت دي ضعف دي، دي ثابته. مين اللي بيقل؟ طيب السي دي 4 دلوقتي ايه اللي حصل فيها؟ اتضربت وراحت بالسلامه. طب ايه لازمه السي دي 4؟ ده هي الاميون سيستم كله في السي دي 4. مين اللي بيعمل اكتيفيشن لبقيه الاميون سيستم؟ البي سيل. مين اللي يعمل لها اكتيفيشن؟ السي دي 4. البلازما سيل. مين اللي يعمل لها اكتيفيشن؟ السي دي 4. حتى السي دي 8 مين اللي يعمل لها اكتيفيشن؟ السي دي 4. حتى في بعض انواع الماكروفاج مين اللي بيعمل لها اكتيفيشن؟ السي دي 4.
سي 4 كل ده يتجمع كده. انت ضربت مين؟ فاضل مين؟ الماكروفاج. الفيروس يدخل جوه الماكروفاج ويعمل نفس اللي عمله فين؟ في السي 4. بس المره دي يحصل حاجه غريبه. السي 4 تتهبل، الماكروفاج تتهبل، جواها واحد مجنون، فهتقعد تجري زي المجنون، تقعد تجري 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 تجري. فيها مين؟ اسرع خليه تجتاز البلاد برين بارير. فرايحه فين دلوقتي؟ على السي اس. اول ما تدخل السي ان اس تبتدي تطلع وتحفز الاميون سيستم وتقول له تعالى الحق، فينزلوا ضرب في البرين. تتوقع البرين دلوقتي هيحصل فيه ايه؟ خد بالك دي خلايا اتهبلت. طب ليه اتهبلت؟ من العقل المدبر للخلايا؟ الدي ان ايه بتاعها. ايه اللي حصل في الدي ان ايه؟ بقى فيروس دي ان ايه. فالخلايا دلوقتي بقت ايه؟ خليه مجنونه. الخلايا المجنونه دي دلوقتي هتعدي من البلاك برين بارير، بتدخل على السي ان اس، تبهدل الدنيا دي. يبقى دلوقتي عندي في حاجتين اتضربوا وهو ده الفيروس. تعالى بقى نقرا الكلام العجيب اللي موجود ده. الاتش اي في ده واحد من انواع الاتش اي في يا باشمهندس. كاركترايز ايه بقى؟ الايدز ده ايه الكاركترز بتاعته؟ دلوقتي لو جيت قلت لك الاميونتي عامله ايه؟ بايظه ليه؟ سيدي فور راح. يبقى ينفع يحصل عندك انفكشن ولا لا؟ وبيسموه اوبورتيونستك انفكشن. الحاجه الثانيه، هل المرض ده في الاميون سيستم بس؟ لا، ده فين كمان؟ نيوروتروبيك، يعني يقول لك في النيرفس سيستم. ايه اللي بيحصل؟ الماكروفاج او مين اصل الماكروفاج؟ حد عارف؟ المونوسايت. يعدوا بلاد برين بارير، يدخلوا على مين؟ على الباشا ده، على البريك. يعملوا فيه ايه؟ يدمروا البريك. طب لما يدمروا البريك بيحصل ايه؟ نيورولوجيكال مانيفستيشن. طيب ايه كمان؟ يجي يقول لك ان السي دي 4 دي من ضمن الحاجات يا ولاد، سمعنا حاجه اسمها تيومر سبريسور. دي حد عارف ايه تيومر سبريسور؟ دي ده خلايانا كلها اصلا عايزه تقتل كانسر. مين اللي بيمنعك وبيحرمك من انك تدخل في كانسر؟ تيومر سبريسور دي. مين اللي بيحدد التيومر سبريسور دي؟ يبقى معنى كده ان انت تدخل في دلوقتي. يعني التيومر سبريسور دي ده هو اللي بيحميك من الكانسر. مين اللي بيحفزه وخليه يشتغل؟ سي دي 4. انا ضربته لان انا ضربت سي دي 4، يبقى هتدخل فين؟ في كانسر. عشان كده بنسمع عن اسامي تيومر عمرك ما تسمعها غير فين؟ طيب السؤال، لو جيت سالك ايه هو الاين ثيرمي؟ تقول له ده اتش اي في هيومن اميون ديفيشنسي فايروس. انهي نوع؟ انهي فصيله؟ فصيله اسمها ايه؟ الريترو فايروس. ليه سموه ريترو فايروس؟ عشان فيهم حاجه اسمها ريفيرس ترانسكريبشن. بيعمل ايه ده؟ بيقلب الار ان ايه الى دي ان ايه. طيب ازاي بيتنقل الفيروس ده؟ سيكشوال ترانسميت ده الكومنست وبالذات الهوموسيكشوال. انا عارف الريسك فاكتور ده وبات ترانسميشن وفيرتيكال. مقصود ايه بالفيرتيكال؟ يعني منين؟ من المره دي. طيب بعد كده ايه تاني عندي؟ عندي الباثوجينيسيس. ده سؤال نظري، اكتب عليه سؤال نظري مهم جدا. طبعا احنا شرحناه باستفاضه اكثر بكثير من الموجود عندك، بس انت تبقى فاهم. دلوقتي ايه اللي حصل؟ الفيروس ده لما دخل مين هيعمل اتراكشن مين؟ سي دي 4 والماكروفاج. هيقربوا منه، هيعمل فيهم ايه دلوقتي؟ يقول لك انفكشن. فيجي يقول لك السي دي 4 والماكروفاج بقوا انفكشن. طب لما سي دي 4 بقت انفكشن مين اللي هيدمرها؟ السي دي 8. السي دي 4 ار كيل. طب السي دي 4 لما تتدمر ايه اللي هيحصل؟ الاميونيتي هتقل. ازاي؟ البي سيل برضه يبقى مفيش انتي بادي هتتفعل، يبقى في مشكله في الاميونيتي. البلازما سيل برضه باظت، عندي مشكله في الاميونيتي. السي دي 8 مين اللي كان بيجيبها؟ فاكرين لما جينا في السي في كنا بنقول مين اللي بيجيب السي دي 8؟
سي دي 4 صح. يبقى سي دي اس مع المدى الطويل برضه كمان هتقل. الماكروفاج مين اللي كان بيشغل بعض انواع الماكروفاج؟ سي دي 4. كل ده باظ. طيب الناحيه الثانيه قلنا الماكروفاج دي بتجري وتروح فين؟ سي ان اس مونوسايت تروح تعمل لي بلاوي. طب مين الناس يا ولاد الريسك ان يجي لهم دي اس؟ قلنا اكتر ناس 65% مين؟ هوموسيكشن. و25% البلاد ترانسفير. مين اكتر واحد بنحتاج له نقل دم؟ ده مفيد تمام. ومين تاني بيشارك طيب ايه اللي هيحصل؟ انت قلت لي في ايه؟ اوبورتونيستيك انفكشن. في انفكشن تسعه عندك. في ايه؟ في تيومر. للاسف مطلوب منك تعرف تسمي الانفكشن دي. انا هقول لك ايه الحاجات اللي تهمني. في السي ان اس تترفع المخ هيحصل فيه ايه؟ انكفالايتس صح؟ طب والمنينجيز؟ منينجاكس. اهم واحده بقى اللنج. بكتيريا عايشة في جسمنا كله بس عمرها ما كانت مؤذية. ليه؟ ان انا عندي اميون. طب البكتيريا دي اسمها ايه او المرض ده اسمه يا ولاد؟ نيمو سيستايتس كارينيوم. احفظها كويس قوي البكتيريا دي. نيمو سيستايت كارينيوم. طيب ده اللهم ممكن تعمل انفكشن في الجي اي تي. تلاقي العيال دخلت في كل الدائريه والكلام ده. طيب السؤال ده العيال الاعراض بتاعته دي بتظهر امتى؟ هل بمجرد ما الفيروس بيتنقل بيظهر عليه الاعراض؟ بالعكس دي المشكله. لما جم قسموا الاعراض والسيمتوم بتاعت الفيروس ده لقوا ان هو بيمر بثلاث مراحل. مرحله بيسموها الاكيوت فيز، مرحلة اسمها الليتن فيز، ومرحلة اسمها السيمتوماتيك فيز اللي احنا كنا بنقول فيها كده. الاكيوت فيز اول ما الفيروس دخل في جسمي ايه اللي هيحصل؟ يقول لك دور برد عادي، يعني فيفر وانوريكسيا وبس، مفيش اي حاجه ثانيه تمام. تحس بشويه حرقان سون ثروت. ليه؟ ده الاميون سيستم اتخف شويه. وبعدين يفضل عايش الفيروس جوه مين دلوقتي؟ جوه السي دي 4 لمده قد ايه؟ 5 سنين 10 سنين اصله 10 سنين. طيب خلال الخمس ل 10 سنين دول عنده اعراض؟ لا، بس لو نقل الدم من اي حد او سيكشوال انتركورس مع اي حد هيعمله ايه؟ هنقله الفيروس. الفيروس عنده ولكن مزود سيكشوال. امتى الاعراض تظهر؟ لما السي دي 4 يبتدي يحصل له النمبر بتاعها يقل جامد جدا. الاعراض دي قلنا هتبقى صوره ايه؟ انفكشن. اهم انفكشن فيهم يهمني هو انيموسيستايتس كارين. طيب التيومر سبريسور جين اخباره ايه دلوقتي؟ سلامة. يحصل لك كانسر مش هتسمع عنه غير هنا. كانسر فيتال قوي يا ولاد اسمه كابوجي ساركوما. الكانسر اللي بتحصل في حالات الايد حفظ بيجوا في الكمبليت كابوجي ساركوما. ايه يعني ايه ساركوما؟ بص يا ولاد احنا التيشو بتاعنا عباره عن حاجتين، يا ابيثيليوم يا بيج باك. هو انت التيشو كده يا ابيثيليوم يا بيج باك. لو الابيثيليوم طلع منه مالجنت ورم خبيث يسموه كانسر او كارسينوما. طب لو الميزنجتايم طلع منه ورم خبيث يسموه ساركوما. اوما يعني ايه؟ ماس. وسارك يعني ايه؟ لحم. اللحم لونه ايه؟ احمر. لان الورم ده سموه ساركوما عشان لونه احمر. ورم لونه احمر ده. فانو ما ندرسه. الكابوجي ساركوما ده ورم بيطلع عندي. بيسموه كده بالعربي
نسيج رقبه، الميزنكايم نسيج ده اسمه نسيج رقبه، تمام؟ فده ورم بيطلع عندي اسمه كابولي ساركوما. طيب او كانسر سيرفكس، او نوع من انواع، انتوا عارفين يعني ايه لينفوما؟ ورم الغدد النفاويه، ده مشهور قوي في الاطفال، تمام؟ في واحد اكتشف اولاد كان اسمه هوجكن، فسموه باسمه، سموه ايه؟ هوجكن. لفظ هوجكن ده اسم اول واحد اكتشف الليمفوما، فسموه باسمه هوجكن ليمفوما. فالثلاثه دول هو الاثنين هوجكن ونمبر، تمام؟ الثلاثه دول حرف الكابوجي، اصل هي الهوجكن دي كانت اول حاجه، وبعدين المخالف للهوجكن بقى اسمه نمبر، فهو كده كده الليمفوما كلها كابوجي وكانسر سيرفكس وليمفوما، تمام؟ فالحصه الجايه لو في حد عنده انا كنت بقول لك انا